النبي الله يا هرم الحزينة خليني عجن حلتي القاسم بدينا نعلق شموعي العريس من نور عنا أهل هليلة وخلني زفة يا الحنينة بالخيمة صارت حافيته قوم يا رملة عدليها بيدك لامته قوم يا رملة خل نستعد للوضع خلينا نعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب استشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام هنا موكب شباب القاسم. أقدم لكم مقطوعة لأبا عبد الله الحسين. أدور على المجالس مثل المضيعة وبل كان صوت ناعي على الولد ينعى من الوالد والقلب لهفال لدور عزبني وين ما كان وين ما كان أنا أم الذبيح المات عطشان أولي عبد عليها الخيل ميدان جسمي بدمعي الوايب يمشي عنها السيوف بدالك تشبقى بحضنها لو طاح جسم على الثرى قوم يا رملة خوفي على قطعة من حرم قوم يا رملة فوق التروب ينصرع خلينا نعلق شمع قوم يا رملة قوم يا رملة خلينا نعلق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبا الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من موكب شباب القاسم للخدمة الحسينية نعزيكم بهذه الأيام وهذا المصاب العظيم وسائلين من المولى العلي الغدير أن يرزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. بيتي أنا بوذية يقول الحافر ضلع مالخ يوم ولخ يوم مني وظهري يصرخ يوم ولخ يوم شنت خويا شحلاتك يم الخيام النهر طش الشمل ضمك عليه وغط متيها بنومي ورا الطيف زينا بقاعدة وتنحب ورا الطف الممتونة للثرهن ورا الطوف ويطل الصوت ويهيضا عليه. هذا والسلام عليكم. ضرب السهام والسدى قوم يا رملة نحر الولد ينقطع خلينا نعلق شمع قوم يا رملة قوم يا رملة خلينا نعلق حنته قوم يا رملة من يذيب حسي أفغامي ودم جاري جسمي يتوزع على ترابي الصحاري.